السلام عليكم. دلوقتي هشوف مثال كده على شغل في الماس، فهبدأ أقول له إن أنا عايز أعمل فاميلي جديدة، نيو فاميلي، أو تقول له كونسبشوال ماس. يعني كونسبشوال ماس هيدخل على نفس الحاجة، إن أنا لو اخترت هنا فاميلي نيو فاميلي يعني هفتح فاميلي تمبليت يعني ار اف تي، هقول له انجلش وأقول له كونسبشوال ماس وأبدأ أختار الفاميلي ديت. فظهرت معانا الواجهة بالشكل دوت، يعني تحس كده إن في زي الفاميلي الماس العادية، لكن في تقدر تعمل كذا ليفل. طيب أنا دلوقتي عايز أبدأ أرسم فين؟ هقول له شو أي حاجة ترسمها على الجزء اللي تحت ده. طيب لو أنا عايز أرسم مثلا رأسي هقول له هنا بالشكل دوت. طيب أنا عايز أرسم إيه؟ ممكن أجي أقول له كده في الفرونت، وخليني أقول له إن أنا عايز أرسم موديل، وابدا ارسم شكل خماسي سداسي زي ما انت عايز مثلا بالشكل دوت. طيب انا عايزه يلف حوالين الشكل ده، يعني دي امر من اللي هي الموديل امبليس اللي هو ريفولف. فلو انا عايز في الماس اعمل امر ريفولف اعمل ايه؟ اقول له ان انا عايز ارسم لاين بالشكل دوت، وبعد كده اعمل سيلكت على الشكل بتاعي، واعمل برضو على الريفرنس بتاعي، واقول له كريت فورم، فرسمالي بالشكل دوت. طيب خلينا نعمل سيلكت كده على ده. خلي بالك ان انت ممكن تعمل سيلكت على الجزء دوت ويبقى التعديل بتاعك عليه بس، او الجزء ده، او ممكن تقول له انا عايز اعمل سيلكت تاب عشان تعمل سيلكت على الجزء كله بالشكل دوت. طيب هقول له اديت بروفايل، يعني البروفايل اللي انا رسمته الاول عايز اعدل فيه. عايز اعدل فيه ايه بقى؟ هقول له مثلا انا عايز ارسم ارك من هنا لهنا، وهقول له اعمل لي قطع في الشكل دوت، وهقول له انا عايز اعمل مثلا تريم من هنا لهنا ومن هنا لهنا، واقول له اوكي، فظهر معايا حاجه بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اقطع في جزء معين او كده ممكن اعمل ايه؟ ممكن بقى ابدا اغير بقى. انت عايز تعمل ست للجزء دوت او للجزء دوت او هنا بالشكل دوت، وتبدأ ترسم أي شكل. مثلا قلنا هنرسم مثلا حاجة بالشكل دوت، وأبدأ أعمل سيلكت عليه. بس المرة دي بقى بدل ما أقول له كريت فورم ممكن أقول له إيه؟ فويد فورم. يعني إيه فويد فورم؟ يعني هيبدأ الجزء اللي هيترسم ده يقطع من الشكل الأصلي. خلينا بقى نروح لل 3D بالشكل دوت، والجزء اللي فوق تقدر انت تطلع بيه زي ما انت عايز اهو. فكل اي جزء هتقطع معاه هيبدأ يعمل له قطع دلوقتي. طب فكرة الجزء تحت عايزين برضو نقطع فيه، هعمل سيلكت على الجزء هنا واقول له انا عايز الجزء اللي هو الاسفل ده. او ممكن نيجي هنا نقول له انا عايز انزل بالشكل دوت، ممكن اقول له امر موف وابدا انزل بالشكل. فيظهر معانا بالشكل دوت. فزي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط، تقدر ان انت تشكل الحاجة زي على مزاجك، والفاميلي دي في اي لحظة تقول له لود انت بروجكت وتحملها معاك في المشروع اللي انت عايزه.